حتى شي واحد اللي يجي يشوف فيا يقول لي حتى السلام ما كايناش. كنتمنى الله يقبل كاع الروح اللي كان بحق كنتعذب بيوم على يوم ما لاقي باش نشري لا دواء ياس ما لاقي باش نخلص لا ما لا ضو لا والو واش ما عارفش شي قدر الله اللهم لك الحمد. انا مشيت للمولاي المولاي هذاك بيريزكو اللي عندك كلاوي من شاد كلاوي قال لك فقصه حيت كانوا خوتي داو هاد الحطه في العروبيه داو السبب جابوا الواليد انا ما كيشوف ما والو عاد شي 100 عام والد 15 نفس سمعت يا اختي هذيك جابوا الواليد لنا نصبوا عليه انا 15 واحد وما داو الحطه الدواء كامله ودابا قالك سير جري طوالك ولا سير فين ما بغيت. ثلاثه خوتي شقاق 12 واحد اللي جراو عليه حنا ثلاثه العائلات كل وحده والده خمسه وهادشي اللي دار هادشي خوتي يعني. ملي قلنا له مودي عطوني حقك قالك لا سير فين ما عجبك انا ما غنعطيك حتى حاجه. حزنا الامر من الله اللهم تصبنا بهذا المرض اللهم لك الحمد. ما بقات عندي لا الصحه لا الجهد لا والو اصلا يتعاون معايا على حساب هاد الوليدات باقي صغار كنت كنبيع ونشرب خضره. عندي اختي ما عندي لا اللي يقف معايا ما عندي اللي حنا ليا والو غير المراه كتخدم في الديور مره عندها مره المهم ديما حنا مأزمين حتى الدواء ما عنديش باش نشري. كانت كنبيع الخضره ملي كنت في صحتي ملي جاني القدر اللهم لك الحمد كنطلب من الله ومن المحسنين يعاونوني على وجه هاد الوليدات وهاد المراه ديالي صعيب بزاف كيبغي امكانيات كيبغي بزاف الحوايج الله غالب. عندي جوج حصات الجمعة والثلاث على الخضرة ما كنلقاش حتى باش نركب ضغط والله يدير شي تاو الخيرات ديالي زختي راه صعيب راه شي واحد الله يصوب اختي الله يصوب مريض ومهموم ومديوم والله اللي عالم. اختي راه كنت بصحتي كنت كنوض مع ثلاثة ونص نخدم المهم حتى شي حاجة كلشي بخير وعلى خير خوت الدولية ديالي وصحتي ضاعت ما لقيتش لا اللي يشوف فيا تشوف كنشوف وليداتي واحد كيجي يقول لك عطيني بابا درهم كنقول ليه ما عنديش كيقول لي اللهم موت موتك احسن لك من حياتك. اختي هادشي لك اختي انا كاري دابا ب 90 الف فرانك وما لاقيتش باش نخلص لك كره لا ما لا ضو خدمه المراه راه حنا واكلين ما خدمتش راه كنحوزوا امرنا الله وكنبقاو باركين بعد خاطرات ما كنلقاوش باش نشريو حتى خبزه كاين لا خو لا خت لا والو يجي يطلع لك وتقول انا مضرور ما لقيت لا اللي ما لقيت حتى شي واحد اللي يجي يشوف فيا يقول لي حتى السلام ما كايناش لا من خوت ولا من عائله ولا من كل شيء الله اللي يعلم. اختي اش نقول لك الله يسهل عليك هادشي راه كيألم بزاف هادي انا دابا دويت معاه كل ما عرفتوش ملي كيخرج. الله يا رب الله كنطلب من الله والمحسنين يشوفوا من حالي. كما حال وليداتي انا كنت اسف وكنضيع يوم على يوم وكنتمنى الله يقبل كاع الروح اللي كان بحق كنتعذب بيوم على يوم ما لاقي باش نشري لا دواء ياس ما لاقي باش نخلص لا ما لا ضو لا والو. الطبيب قال لك خاصك كروي ما تعطي لك المراه ولا يعطي لك خوك ولا اختك اما شي واحد اخر قال ما تصدقش. هذا السيد اللي كريت عندو هذا البيت هو المهم هو اللي مسكين جرى 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 تاعي الحمد لله هو اللي وقف معايا الله يخلص والله يسر والله يسر المسلمين كامل الجميع ما كنلقاش باش نخلص ولكن هذا السيد راه واقف معايا. هذا السيد شي عام وزياده ملي طحت عندو ما بقاش كيشد من عندي لا كره لا والو. من بعد هو ينقص ليا واحد 4000 ريال كنتمنى لربي الله يسهل الله يعطيه صحته. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.